وازيكم يا جماعه، معاكم في حلقه جديده مع لورد سوف سوف. واحنا دلوقتي بنلعب لعبه سبايدر مان بتاعه البي سي 4 على روبلوكس. لو انتوا بتعرفوا روبلوكس قولوا لي في الكومنت ونقدر ان شاء الله نلعب مع بعض. ماشي، طبعا انتوا عارفين اللعبه دي نزلت جديده فللبي سي 4. ان شاء الله ممكن اجيبها واعمل لكم فيديو على البلاي ستيشن 4 لو انا جبت بلاي ستيشن 4. طبعا في بدل هنا، في بدل كتيره زي ما انتوا شايفين اهو. ده اسمه سكارلت سبايدر. في برضو بدل انا عارفهم وفي بدل انا ما اعرفهمش. دي طبعا بتاعتهم كومينج اهو، ودي الهوم ميد او، وده بتاعت البي سي 4. يلا يا جماعة نلعب. نسينا حاجة، المفروض نعرف احنا بنضرب ازاي عشان كل مرة انسى. لا لا لا، طبعا في جريمة لو انتوا شايفين اللي بتاع الاحمر ده، احنا بنضرب بالاف. ماشي، خلينا نلبس البدله. يلا، ممكن يبقى في ناس ضربوه عشان لو انت عارفين. لا هو موجود اهو. ايوه اديله. ايوه يلا اضربه، تعال. ايوه حقير. أيوة. اديله وخلصنا على المجرم. طبعا اللعبه دي عجبتني قوي بسبب الديزاين بتاعها، التصميم عجبني قوي. يا لهوي يا سبايدي، ايه ده البتاع علقت ولا ايه؟ طب هنعمل لها ريسيت. لو بتحبوا سبايدر مان زيي قولوا لي في الكومنتس، ممكن اعمل لكم لو عايزين فيديوهات عن سبايدر مان هجيب لكم فيديوهات عن سبايدر مان. ايوه سبايدر مان. طبعا انا عندي سبايدر مان الجزء الاول ذا اميزنج سبايدر مان للاكس بوكس، بس انا عندي الاكس بوكس. وان شاء الله هجيب ذا اميزنج سبايدر مان 2. طبعا هي مش موجوده في الاسواق على سوق مثلا دوت كوم، انتوا تعرفوا سوق دوت كوم. هي موجوده، احنا نعمل ريسيت. في برضو يعني انا صاحبي هيجيبها لي وهبعمل لكم فيديو عليها. هعمل برضو فيديوهات، هصور التلفزيون بتاعي وانا بلعب لعبة سبايدر مان. لو انتوا عايزين ذا اميزنج سبايدر مان 2 اسجل ليها قولوا لي، ولو مش عايزين ذا اميزنج سبايدر مان خلاص هعمل لكم ذا اميزنج سبايدر مان 2. ماشي، انا طبعا البدله دي عجباني قوي. ايه ده؟ ايوه الله عليك. عنكبوت ايه؟ طبعا لو انتوا بيكست فان فعلا سبايدر مان قولوا لي، بس انا مش عايز ناس تكذب ومتعرفش سبايدر مان. هبقى اقول لكم حقائق عن سبايدر مان لو انتوا تعرفوا جي جونا جيمسون. طبعا يا بنت تبقى عارفين سبايدر مان فعلا. طبعا هما في اللعبه دي ما بيجيبوش جرائم كتيره، فهو محتاج يعمل عليها تعديلات كبيره قوي. خلينا نتجول كده في المدينه. بصوا يا جماعه، بصوا الحبال عامله ازاي، الحبال لازقه في الحيطه. ممكن تعملوا كده كمان دي في اللعبه عشان تسرعكم اهو كده. ايوه طبعا المصمم فعلا رائع. هو دلوقتي عامل حاجه هنا تاني زي ما انتم شايفين، هو هيعمل حاجه جديده وان شاء الله تعجبنا. هعمل لكم لما هو يعملها. خلينا نعمل تاني. يلا تشينج، انا بحب اول اعمل الحركه دي. بصوا ايوه بقى،
طبعا انا يا جماعه عندي العاب كتير، عندي ترانسفورمرز، عندي عندي برضو ايه تاني يا ربي، عندي انجاستس 2 ممكن العبها مع صاحبي محمد اللي انتوا شفتوه. الفيديو اللي فات انا شفت واحد بيقول الصوت وحش. طب بص بقى، انا عارفك معاذ، ده اسمه معاذ، هو صاحبي. فبص يا معاذ، احنا اسفين بجد عشان انا ما كانش عندي ستورج اللي هي المساحه، ما كانش عندي مساحه، فانا جربت على الاخ على التليفون بتاع اختي. فاتاسف لكم فعلا يا جماعه على اللي حصل على الفيديو اللي فات، بس يكون عجبكم. طبعا في قناه برضو بتاعت جيمنج اسمها علي جيمنج، عايزكم تعملوا عليها اشتراك عشان بيعمل العاب حلوه فعلا، وتعملوا له دعم لو سمحتوا. الله، لا لا لا، ايوه خلينا نجرب بدلة تانية برضو. خلينا مثلا ممكن نعمل اللي هي الاستشعارات اللي هي بتاعت اللي اسمها سبايدي سين، سبايدي سينس، معرفش هي اسمها يا لهوي استشعارات، معلش يا جماعة، استشعارات بالعربي، بس انا اللي انا عارفها اسمها ايه ده، اسمها سبايدي سينس. خلينا مثلا نجرب بدلة سبايدر مان هوم كومينج اللي هما بتاع الفيلم السنة اللي فاتت، خلينا نجرب دي بتاع توني ستارك. طبعا هو برضو عامل حاجات كتير هنا ما شاء الله، حلوة قوي عجباني. ايوه هو عامل هنا بوليس ستيشن. يا تاني بقى حصل دي برضو اكبر مشكله، في طبعا الناس ممكن تجيلهم نفس الحكايه دي. ايوه خلينا نعمل ريسيت ونخلص، مفيش حل غير كده. طبعا انا ما بحبش سبايدر مان هوم كومينج قوي، انا بحب ذا اميزنج سبايدر مان 2. طبعا انت هتقولوا لي ليه كده، سبايدر مان الجديد دوت حلو، بس انا بقول لكم انا شفت اتفرجت على الفيلم بتاعه، بس هو عاجبني، بس انا اللي في حاجات ما كانتش عجباني فيه قوي زي ما انتوا شايفين هنا. بس هو برضو بقى المشكله ان انت لما تدوس هنا، لما تروح يعني هنا ما بتستخلش ابدا. في هنا كمان بيتزا بليس، لو انت بتحب البيتزا اكتبوا لي تحت في الكومنتس. طيب اهو كمان هو عامل زرار هنا، ايوه اهو برضه مفيش فايدة. معلش يا جماعة عشان كنت عاملة اللي هي الاستشارات، ممكن تكون اسمها الاستشارات بالعربي. ايوه اهو في جريمة، كويس لقينا جريمة اهو. ايوه اديله عليك سبايدر مان، ايوه عاش. برضو الحركات اللي فيها نفس الحركات اللي في سبايدر مان اللعبة. طبعا احنا قضينا علي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير وكومنت حلو قوي تحت. يا رب يكون الفيديو عجبكم، باي باي.